صامدون 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 نحلو عليها صاهرون. أنا علمي نادية من الناس اللي خصهم يستافدوا من هذا الشيء اللي ضاع عليهم الحق ديالهم في هذا السوق. حنا من 2012 وحنا كنناضلوا وكنتقاتلوا بالبرد بالليل بالنهار واقفين وكنطالبوا بحقوقنا. وملي سيدنا عطانا الهبه الملكيه داوها لينا خويا، داوها لينا الناس النصابه داوها لينا، وكنطالب الناس المسؤولين باش يشوفوا هذا السوق فين مشى، هذا السوق شكون اللي استفد منه؟ راه ما استفدناش منه حنا الفقراء والضعفاء والارامل والناس ديال الفراشه والناس اللي ما عندهمش وما فحالهمش، راه استافدوا صحاب الشكاره، راه استافدوا اللي عندهم المليارات، راه استافدوا صحاب القهاوي وصحاب الدهيبيه، اما الناس الضعفاء اللي ما عندهمش عشا ليله راه اقسم بالله واحد ما دا شي حاجه، راه ما دينا والو، راه ما دينا غير العذاب اللي تعذبنا والمرض اللي العصاب والمرض اللي دينا من الوقفات والعذاب الكحل اللي دينا، ما دينا والو. وهاد الناس كنطالب بالتحقيق، كنطالب سيدنا بان هاد الهبه الملكيه راه ما شديناهاش سيدنا، حنا الناس صحاب سيدي مومن راه ما شديناش هاد الهبه الملكيه، راه داوها الناس اصحاب الشكاره وداوها الناس اللي ما ساكنينش هنا وما كيستحقوهاش، كنطالبوا بالتحقيق غيشوفوا واش اللي ساكنين هنا والضواحي ديال هاد البلاصه واش مستافدين ولا ما مستافدينش، رداوها الناس ما ساكنينش هنا عباد الله وعندهم فلوس، عندهم فلوس صحيحه اللي قدروا يشريوا بها حوانت في بلايص اخرين في مراكز اخرى تجاريه احسن من هذه، وجاو داو لينا حقنا ونهبوا علينا، وكنطالبوا بحقوقنا، وكنتعرضوا لاهانات كثيره، وكنتعرضوا بان كيجيبوا لينا الشمكاره كيهجموا علينا السوق كيضربونا ملي كنطالبوا بحقنا، شحال من واحد تضرب هنا في السوق، شحال من واحد تعتقل ظلما وعدوانا، علاش؟ حيت كنطالبوا بالحق ديالنا، رحنا في بلد الحق والقانون. أنا بيع وشراية بصحة الفراشة. نهار الأول تقيدنا في هاد السوق ما تستافدناش منه، جاو البرانيين داوه. حنا دابا اللي صحاب الفراشة ما تستافدناش، ما خلاونا مقادمية في بلايصنا، جراو علينا ما خلاونا حتى بلايص واش نمشيو نموتو. حنا خويا حقنا ضيع، حنا الحق ديالنا بغينا يبان، حنا تقاصحنا على راه سنين وحنا مع هاد المارشي وما استافدناش، اللي داو صحاب برا، صحاب برا اللي داو، حنا مكرفسين اولدي مكرفسين. دابا الا جيتي تشوف تلقى صحاب الفراشه ما مستافدينش هنايا، فيها رجاله فيها عيالات فيها كل شيء، واني حنا الحق وتنطلبوا محمد السادس يبين الحق ديالنا، محمد السادس يبين الحق ديالنا. هاد المسؤولين راه ما بينوا لنا حتى شي حق. ملوال يوسف بائع متجول مقسم من الاستفاده من الاسواق النموذجيه بحالو بحال هاد الناس هادو اللي كتشوفوا. كنا كنزاولوا المهن ديالنا في الفراشه خارج السوق يعني بطريقه عشوائيه. اذ بينا جا واحد النهار هاد الجمعيه السلامه كدور جمعات لي كارطات ديالنا على اساس انه غيجي واحد السوق نموذجي غيرفع من التهميش غيقلص الفوارق يعني تقنا فيها. عطينا لي كارت ديالنا هاد السوق خادوه بحجه تساعدش معاهم العماله تساعدش معاهم جميع الجهات على اساس يرفعوا التهميش من المنطقه. جميع المساعدات تقدمت لهم، الارض هي مخزنيه ديال الدوله ما عاطينش فيها ريال. الان في المحافظه هاد الارض هادي تعتبر ارض عاريه يعني تبلات بلا بلان بلا والو. الطريقه باش تبلات ولا حنا ما كنعرفوش كنجهلوا هادشي. اللي كنعرفو كيعرفوا المغاربه كامله هو الفلوس. كاينه الفلوس كدير طريق في البحر باش تبني مشروع قد بحال هكا بلا بلون بلا والو راه مشكله. دابا حنا كنعرفوا الا تزاد غير شرجم اولا بطريقه عشوائيه تبنى بالليل غدا في الصباح كيريب. وباش كيتبنى السوق السوق ضخم بالضخامه كامله وما عنده حتى ورقه. المهم هذا موضوع اخر خص الناس المتخصصين يتحققوا فيه. نهضروا على الاقصاء. لما جا الاسواق جات الناس المقصين الان جاو باش يستافدوا من هاد الاسواق او السوق تباع. كاين واحد عنده 25 حانوت، كاين واحد عنده 5 جنسيه طاليانيه، كاين واحد عنده 5 خدام في القصر ديال الشيخ زايد. والناس اللي كتزاول المهنه ديال الفراشه باقا لحد الان انا واحد منهم. كتقدر بعض المرات تجي الحمله يمشي لك رزقك برا. حنا ناضلنا من اجل الحقوق ديالنا من 2012. كنا كنهبطوا للعماله كتفاجئوا بالناس ديال العماله. اي جهه كنمشيو لها كتدافع على الجمعيه، اي جهه كانوا كيدافعوا عليها بحجه بان السوق اصبح مركزي هذا السوق راه ما غير نموذجي، بحثنا كيقولوا لنا انتم ما عندكمش اثبات، ما عندكمش ادله. حنا الان عندنا شكاره عندنا، ملي دينا للولايه اقسم بالله كتثقل علينا، كنهزوها بهاد اليد كنعاودوا نهزوها بهاد اليد. جميع الجهات دفعنا لها، كتقولوا لنا ما عندكمش ما يشبهش. حنا الان عندنا ما يشبهش. هاد الجمعيه نصبات، زورات، المبادره، الاهداف المتوخات منها زاغت عن الاهداف ديالها. المبادره زاغت على الاهداف ديالها، بحيث انها تباعت الناس الاثرياء، الناس الاغنياء. هذا المقاول اللي واخد 25 حانوت خد الحق ديال 25 مستفيد. كقدمنا شكايات بجميع الجهات، مراسلات، كاينين شي ايادي خفيه كتخدم مع هاد الناس. ما عرفناش هاد الناس هادو شكون موراهم. هاد الناس قوه ما قدرش عليها القانون، ولا ما قدرش عليها القانون حنا قادرين نتصدوا لهاد الناس هادو، وقادرين نرجعوا الحق ديالنا باي وسيله كانت. علاش؟ لان حقنا وكنآمنوا به، وحنا ولاد المنطقه وكنستاهلوا الاستفاده، الموت ولا المذله.